أيها الأخوة الأحباب، مشاركة لآل صقر الأكرمين في ليلة تكريم الابن الغالي والشاب العزيز الأستاذ أسامة محمد عبد الرحمن صقر رحمه الله رحمة واسعة، مشاركة الأستاذ برحات صقر والأستاذ عبد الرحمن صقر والأستاذ أحمد صقر والكابتن محمود صقر والحاج أحمد صقر وجميع العائلة والحاج عماد صقر والحاج أيمن صقر، شاكرين لكل من شرف بواجب العزاء. الفراشة الكبرى أولاد الحاج أحمد عطية أبو غنيمة بقرية أبو نجاح، الهندسة الكهربائية مهندس ياسر عبد الله وفامي خالد بكفر رجب، الهندسة الإذاعية مهندس محمد الشربجي بالمنصورة تقنية، مقدم الضيافة وعمداء أشغال البوفيهات بكل محافل الجمهورية أبناء كفر رجب محمد أبو المجد والسيد وجيه، مصورنا الليلة ومخرجنا الكبير ناصر صلاح. أيها الإخوة الأحباب، عود كريم إلى ساحة القرآن الكريم ومع القارئ العظيم صاحب الخلق الكريم والصوت الندي الرقيم والأداء السليم فضيلة القارئ الشيخ أحمد سعيد عطا، نسأل الله أن يعطيه من خير القرآن خير عطا، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستكبرون عنه.
ويسبحون وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول فاتقوا ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون وله يسجدون.
فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا قم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة
أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات أولئك هم المؤمنون حقا لهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم لهم درجات عند